القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة، بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما حق المقتول فإن توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه، لأنه مات ولا يمكن الوصول إلى استحلاله أو التبرؤ من دمه، فهذا هو الذي يبقى مطالبا به القاتل ولو تاب، وإذا كان يوم القيامة فالله يفصل بينه. وأما حق أولياء المقتول فإنها لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ويقر بالقتل ويقول: أنا القاتل وأنا الآن بين أيديكم، إن شئتم اقتلوني وإن شئتم خذوا الدية وإن شئتم اسمعوا. فإذا تاب إلى الله وسلم نفسه لأولياء المقتول يعني لورثته فإن توبته تصح، وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة. والله موفق.